التوبة مقبولة قبل أن يغرغر وقبل أن تطلع الشمس من مغربها، وإذا تاب توبة نصوحا بشروطها المعروفة عند أهل العلم فإن الله يتوب عليه، والتوبة تهدم ما كان قبلها، بل الأمر أعظم من ذلك. يتصور هذا الإنسان المسرف على نفسه أن السيئات التي ارتكبها وزاولها تقلب له حسنات، تبدل له حسنات، ومن الذي يحول بينه وبين ربه؟ وأي أمل أعظم من هذا؟ لا يكفي أن تهدم سيئات، وإنما تبدل سيئاته حسنات. هذا الإسراف في هذه المدة التي زاول فيها هذه المعاصي تبدل سيئاته حسنات.